بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين، صلى الله عليه وسلم ورضى اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي الصحابة أجمعين وتابعيهم وتابع تابعيهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبابي طلاب الصف الثاني المتوسط في متوسطة منارات تبوك، أهلا ومرحبا بكم. مستمرون إن شاء الله في التعليم عن بعد لتكملة باقي دروسنا في دروس العلوم إن شاء الله. وهناخد النهاردة في الوحدة السادسة الفصل العاشر أو الفصل الحادي عشر عفوا، درجة الحرارة والطاقة الحرارية. وقلنا هناخد النهاردة الدرس الثالث المحركات والثلاجات، وأخذنا فيما سبق درس درجة الحرارة ودرس انتقال الحرارة، وخدنا المفاهيم الأساسية منها نراجعها بسيطة جدا سريعا. خدنا الحرارة والموجة الكهرومغناطيسية، وخدنا طرق انتقال الحرارة منها التوصيل والإشعاع والحمل الحراري والموصل والحرارة النوعية وكذلك التلوث الحراري. النهاردة إن شاء الله هنستكمل باقي دروسنا في دروس المحركات والثلاجات. وهناخد أول شيء في المحركات والثلاجات مفاهيمنا الأساسية أو المصطلحات العلمية الثابتة اللي بتتغير علينا من درس لآخر، وهنراجع برضو بعض المفردات الأساسية في كتغذية راجعة لما سبق في شرح الدروس السابقة. ناخد سريعا الأول بس مراجعة المفردات الأساسية. احنا قلنا الشغل وعندنا المحرك الحراري وعندنا الطاقة الميكانيكية. لازم ناخد تعريف الشغل الأول ونتكلم عنه. قلنا أن الشغل هو نقل الطاقة عن طريق التأثير بقوة لمسافة محددة. الشغل هو نقل الطاقة عن طريق التأثير بقوة لمسافة محددة. عندي برضو المحرك الحراري، احنا قلنا هو آلة تحول الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية. آلة تحول الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية. عندي كمان تعريف الطاقة الميكانيكية، وقلنا هي مجموع طاقتي الوضع والحركة للجسم. مجموع طاقتي الوضع والحركة للجسم. بالنسبة لده التعريفات المهمة اللي موجودة معانا، لكن عندي برضو بعض أشكال الطاقة لازم نعرف. هناك أشكال كثيرة للطاقة، هناخد منها بعضها اللي هي ميكانيكية، حرارية، كهربائية، نووية، صوتية، ضوئية. هناك أنواع كثيرة جدا، لكن النهاردة هنتكلم بس في بعض الأشياء الأساسية الموجودة معانا. وعندي قانون مهم جدا 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 اسمه قانون حفظ الطاقة. قانون حفظ الطاقة، الطاقة لا تفنى ولا تستحدث ولا تفنى من العدم. الطاقة لا تفنى ولا تستحدث ولا تفنى من العدم. النهاردة برضو هنكمل في مع بعض في بعض الأساسيات، منها اللي هي محرك السيارة. لو أنا عندي السيارة، طبعا قلنا بتتكون من 4 حجرات احتراق. الحجرة بتسمى أسطوانة، ودايما بزيادة الأسطوانة بتزيد قدرة السيارة. كلما زادت قدرة الأسطوانة زادت قدرة السيارة. ده بالنسبة للمحركات الأساسية اللي هي اللي احنا اتكلمنا عنها. لكن في آلة عندي بتسمى بآلة الاحتراق الداخلي. طبعا آلة الاحتراق الداخلي دي بتحتوي داخلها حجرة احتراق خاصة بيحترق فيها الوقود، وبتستخدم العديد من المركبات والآليات. آلة الاحتراق الداخلي منها السيارات والشاحنات والقوارب والطائرات، وحتى بعض مجرات العشب الصغير برضو احنا بنقول عليها آلة احتراق داخلي. وقلنا كمان عشان تتكون محركات معظم السيارات من 4 حجرات احتراق او اكثر، دي بتسمى بحجرة الاسطوانة. حجرة الاسطوانة لابد ان احنا نتكلم شوية عن محرك السيارة لان ده مهم جدا في درسنا اليوم. وقلنا ان يوجد في كل اسطوانة مكبس بيتحرك داخلها الى اعلى والى اسفل، وبتحقن الاسطوانة بخليط من الوقود والهواء، ثم يشعل هذا الخليط بشمعة الاحتراق حيث يشتعل الوقود بشكل انفجاري، فيدفع المكبس الى الى اسفل، وتتحول الحركة الترددية للمكابس صعودا وهبوطا. طبعا ده كله احنا لسه بنتكلم في محرك السيارة. طيب كل اللي احنا شرحناه ده بيسمى بالحركة الدورانية. الحركة الدورانية، وقلنا ان المحور الرئيسي للمحرك اللي بيدير عجلة السيارة ده احنا المكبس الصعود او الهبوط، قلنا بنطلق عليه حركة دورانية.
ومراحل عمل آلة الاحتراق يا شباب، لو اتكلمنا مع بعض معاها شوية، مراحل عمل آلة الاحتراق الداخلي بيتم في تحويل الطاقة الحرارية إلى طاقة حركية خلال دورة الأشواط الأربعة، وبتصميم أشكال متعددة. يعني هناك أشكال متعددة للتصميم لابد إن احنا نتكلم عنها في درجة حرارة عالية. ده بيشعل الوقود دون الحاجة إلى شمعة الاحتراق. أما محرك مجز العشب فهو محرك يعمل بالبنزين، قلنا بيدمج عادة الأشواط الأربعة في شوطين، يعني الأشواط الأربعة بتتكون في شوطين واحد بس، بحيث يكون الشوط الأول خليط من شوطي الحقن والضغط، ويكون الشوط الثاني خليطا من شواطئ الاشتعال والتخلص من الإيه؟ من العادة. يبقى ده احنا بنتكلم كله في آلة الاحتراق الداخلي، آلة الاحتراق الداخلي. تعال ندخل على الثلاجات، وقلنا الثلاجات هي آلة تمتص حرارة الأجسام منها إلى أطعمة، وطبعا بتنقل من الأجسام الساخنة إلى الأجسام الباردة، وتعد الثلاجة آلة ناقلة للطاقة الحرارية، فتمتص الطاقة الحرارية من الأطعمة التي بداخلها ثم تنقل هذه الطاقة إلى خارجها ليتم فقدها إلى الوسط المحيط. تاني نعيد مع بعض مرة أخرى، قلنا الثلاجات هي آلة بتمتص الطاقة الحرارية من الأطعمة التي بداخلها ثم تنقل هذه الطاقة إلى خارجها. طيب الحرارة بتروح فين أو البرودة بتروح فين؟ قلنا بيتم فقدها في الوسط المحيط. الثلاجة يا شباب بتحتوي على سائل تبريد بيضخ عبر أنابيب خاصة داخل الثلاجة وخارجها، يسمى بسائل التبريد. السائل التبريد ده هو المادة التي تحمل الطاقة الحرارية من داخل الثلاجة إلى خارجها، تحمل الطاقة الحرارية من داخل الثلاجة إلى خارجها. عندي برضو في عوامل الثلاجات عندي امتصاص الطاقة الحرارية وفقد الطاقة الحرارية. امتصاص الطاقة الحرارية طبعا بنقول ان يجبر سائل التبريد على الحركة، سائل التبريد نفسه بيجبر على الحركة داخل أنبوب التبريد ويتحول من سائل إلى غاز، وبتنخفض الحرارة عندما يمر الغاز في هذه الأنابيب ويسبب برودته، لذلك بيمتص الحرارة من الأطعمة في جسم الثلاجة، في جسم الثلاجة طبعا بتنخفض ضغطه وبيتحول من سائل إلى غاز، وفي نفس الوقت درجة حرارته بتتحول كثيرا، والغاز ده بيمرر عبر الغاز البارد بعد ذلك في أنابيب داخل الثلاجة، ولأن الغاز التبريد بارد جدا، الغاز بتاع التبريد ده بيكون بارد جدا، لذلك بيمتص الطاقة الحرارية من داخل الثلاجة فيصبح أدفأ. معانا برضو فقد الحرارة، يعني احنا خدنا امتصاص الطاقة الحرارية وهناخد برضو فقد الحرارة. قلنا الغاز اللي بيمتص الحرارة لا يستطيع فقدها. ليه؟ لأنه مازال أبرد، مازال موجود في تبريد، فالمضخة بتاعة الثلاجة بتسحبه وتحوله لسائل، ولذلك بيفقد الحرارة بتاعته في شبكات الثلاجة. لذلك غاز التبريد ده خلال المضخة الضاغطة بيضغط فبيتم تسخينه نتيجة لذلك. في ذلك الوقت بتصبح درجة حرارته أعلى من درجة حرارة الغرفة، ثم يتدفق الغاز خلال شبكة أنابيب تسمى المكثف، فيفقد طاقته الحرارية إلى الهواء المحيط وبيتحول إلى سائل، ثم يتم ضخه مرة أخرى إلى صمام التمدد لتعاد الدورة من جديد مرة أخرى. برضو باقي معانا اللي هي مكيفات الهواء والمضخات الحرارية، لكن احنا مش هنتكلم عنها بنفس الكيفية اللي اتكلمنا عنها في الثلاجات. احنا خدنا في الثلاجات امتصاص الطاقة الحرارية، وخدنا في الطاقة او فقد الطاقة الحرارية. عند مكيفات الهواء والمضخات الحرارية، طبعا مكيفات الهواء قلنا اغلب مكيفات الهواء بالطريقة نفسها بتعمل بها نفس الثلاجة، لكن المضخات الحرارية بتستخدم في بعض المباني مثل مضخات حرارية للتدفئة في فصل الشتاء والتبريد في فصل الصيف، وبنفس الوقت بيكون عملها مشابها لعمل كل من المكيف والثلاجة، وبيقوم بنقل الطاقة الحرارية من مكان إلى آخر في حالة التدفئة. وأيضا السائل التبريد بيقوم بامتصاص الطاقة الحرارية من الملفات الخارجية، ثم يضغط مكتسبا المزيد من الطاقة الحرارية لنقلها إلى داخل المنزل. كده يا شباب إن شاء الله إحنا خلصنا الوحدة السادسة، الفصل الحادي عشر. مراجعة الفصل يا شباب مهمة جدا، إحنا عندنا نتكلم مع بعض في لمحة بسيطة بس جدا في مراجعة الفصل.
مراجعه الفصل الحادي عشر اللي هو صفحه 170 لابد ان احنا نستخدم المفردات وتثبيت المفاهيم الاساسيه. كذلك هناك بعض الاسئله للتفكير الناقد وانشطه تقويم الاداء اللي يهمنا من مراجعه الفصل الحادي عشر واستخدام المفردات اللي هو وضح العلاقه بين كل مصطلحين مما ياتي في جمل تامه، ودي ممكن تكون واجب بسيط جدا للتدريب والحل. عندي ايضا تثبيت المفاهيم من رقم 9 الى رقم 17، دي مهمه جدا اختيار بالمتعدد ولابد ان احنا نتابع مع بعض ونحلهم ان شاء الله في الدروس القادمه. سيتم حل مراجعه الفصل مع بعض في شرح درس كامل، ونستخدم المفردات وتثبيت المفاهيم وكذلك التفكير الناقد. هذا وبالله التوفيق، وشكر لكم حسن استماعكم، وإن شاء الله نتكلم في دروس جديدة بإذن الله في الفصل الثاني عشر في الموجات والصوت والضوء. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.